وصلنا لفقرة الحالات المرضية. الحالة اللي عندنا النهاردة للطفلة مريم، عندها 7 سنين، اتولدت مع أخت توأم ليها، دخلوا الحضانة بعد الولادة واتنقل لها دم، توفت الأخت التانية بعد 2 ساعة من نقل الدم، وخرجت مريم بعد 22 يوم من الحضانة. ولاحظ الأب أن مريم حالتها مش طبيعية، راح بها الدكاترة قالوا له أنها محتاجة عملية شفط مية من على المخ، وعملت بالفعل العملية، لكن مريم للأسف الشديد حالتها اتدهورت جدا، وده أدى أنها حتى عندها انعدام في الحركة والرؤية تماما. وأبوها داخل بها على المستشفيات وعلى الدكاترة، وعرف أن مريم محتاجة عدة جراحات تصل تكلفتها ل 300,000 جنيه. تعالوا نشوف حالة مريم. لما انولدت مريم، انولدت هي واختها توأم الاثنين، اخذوهم مني نزلوا طبيعيين، واخذوهم مني في الحضانه، قالوا لي عايزين احنا نحطهم في الاحتياطي تحت الحضانه، في الحضانه في مستشفى دار اسماعيل. المستشفى اخذوا مني البنتين وطلبوا مني دم، اديت واحده منهم دم اللي هي جنى بنتي الثانيه، بعد ما اخذت الدم بساعه توفت، واتضح ان الدم اللي اخذته ملوث. وفضلت مريم قعدت عندهم 22 يوم او 23 يوم، وبعد 23 يوم قالوا لي اتفضل بنتك سليمه ما فيهاش اي حاجه. وبالفعل اخذت بنتي ورحت روحت بيها، لما روحت بيها جالها دور اسهال، رحت بقى اكشف بقى عند الدكتور، الدكتور قال لي دي بنتك مش طبيعيه. من ساعتها وانا عمال اجري بيها، ما خليتش دكتور في اسكندريه لما رحت له، كل الاوراق بتاعتها معايا، وكل الاوراق اللي خاصه بالدكاتره كلها معايا، وكل دكتور اروح له جريت على التامين الصحي 6 شهور من غير ولا فايده، 7 شهور كمان من غير ولا فايده. واتضح في الاخر خالص قالوا لي بنتك عايزه عمليه تكلفتها كبيره قوي، لو هتقدر عليها روح اعملها بره. طب اعملها فين؟ قالوا لي اعملها دي هتتعمل في المانيا او في فرنسا او في كندا، تكلفتها 340,000 جنيه. وانا راجل ارزوق على الله، ما عنديش لا شغل ولا مشغل، ومعيش ان انا نعمل العمليه البريه. اخر ملاجات الاهل الخير، اهل الخير واحد اتصل بيا قال لي انت مش هحل موضوعك الا الدكتور عمرو الليسي. اتصل بالدكتور عمرو الليسي وان شاء الله هو اللي هيحل لك موضوعك. وبالفعل انا اتصلت بالدكتور عمرو، والدكتور عمرو تفضل مشكور وقال لي ان شاء الله انا هحل لك موضوعك، وانا ان شاء الله بس ربنا مستني الدكتور عمرو لما نشوف الدكتور عمرو هيعمل ايه. بس وانا نفسي نشوف مريم ماشيه على رجليها زي بقيه البنات. 7 سنين وانا بنعاني دلوقتي، انا لا معايا ان انا اتجوز تاني، ولا معايا ان انا، والفلوس اللي انا بتجيني بمعنى صح او اللي انا بشتغل بيها بصرف بيها على والدي ووالدتي وبنتي من الدكاتره وعلاج والكلام ده كله، بتاخد علاج في الشهر 1500 جنيه. ما معيش، والله انا ما بكذب ولا بتكلم في اي كلمه خالص غير اللي انا بقول الحقيقه، ونفسي نشوفها زي البنات، ما عنديش غيرها، وبنتمناها هي من ربنا. زي ما شفتم حضراتكم حالة مريم صعبة جدا بين الحياة والموت، ياريت كلنا نتعاون لإنقاذ الطفلة الجميلة مريم. وأخيرا عاوز أقول للحكومة اللي بتشكي طول الوقت من قلة الموارد، في مثل مصري قديم بيقول الشاطرة تغزل برجل حمارة، دي الشاطرة بقى. تصبح على خير.